عاملة شغل أنا حقيقي فخور جدا باللي احنا وصلنا له. دي كانت مجرد فكرة، ازاي شغلانات احنا كنا فاكرين انها بس محتكرينها الرجالة زي البيع وسلاسل الإمداد، ان النهاردة المنظور في الشركة اتغير تماما، ان لا فعلا الست تبقى تخش وهتنجح، بس نوفر لها السابورت، نوفر لها التمرين، نديها فرصة مناسبة عشان تنجح. وده اللي عمله الدفعة الأولانية في عاملة شغل، فده بالنسبة لي أكبر نجاح على البرنامج، إن احنا بنوفر شغل بس بنغير مفهوم، بنغير مفهوم شركة كاملة، إن البنت زي الراجل في كل المجالات. وده اللي شجعنا إن احنا نخش على الدورة الثانية أكبر. I think now with the addition that we have now with new partners coming on board, this is going to be a program that really will have a massive positive impact on Egypt and the female talent here in Egypt. In the next couple of years, I hope that 5 years from now we're going to be standing here and then we're going to be talking about more than 10,000 participants. أهمية الشراكة دي مع بيبسيكو مهمة جدا، مش بس للبرنامج عاملة شغل، الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع إن احنا بنغير الثقافة اللي موجودة في بلدنا، إنه البنات ليهم القدرة إنهم يشتغلوا في أي مجال وينجحوا فيه. شركة فودافون بتفتح مجال جديد مع عاملة شغل، المجال ده هو مجال التكنولوجيا. مجال التكنولوجيا من المجالات اللي كانت طول عمرها حكر على الرجل، فالحقيقه فودافون باعتبارها شركه رائده في مجال التكنولوجيا والاتصالات، حسينا انه دورنا ان احنا نتشارك مع بلاتفورم محترم زي عامله شغل ونطلع بالنطاق بتاع التكنولوجيا. ان شاء الله ندرب 1100 متدربه ونعين منهم 30 في مجال التكنولوجيا و10 في مجال المبيعات. عامله شغل قدر يوفر لي كل حاجه، سواء بقى كونكشنز، سواء ان هو يعلمني، سواء انه يطور فيا حته البيرسونال سكيلز. البرنامج بيكبر وده بيحتاج ان هو فعلا بنات تانية اكتر بكتير مصدقه في نفسها ان هي تقدر توصل، ان هي تقدر تعمل كده، تقدر تشتغل كده، تقدر تعدي من وسط 1200 بنت ان هي في الاخر تبقى واحده من البنات اللي هيشتغلوا.